ومعنا الآن عبر الهاتف مراسل التلفزيون الجزائري في غزة وسام أبو زيد. وسام، كيف هي الأوضاع في غزة اليوم بعد الغارات الإسرائيلية التي تواصلت طيلة الليل؟ بالفعل الغارات الإسرائيلية تواصلت حتى هذه الساعة التي نتحدث بها، الغارات لم تتوقف نهائيا عن مناطق مختلفة بقطاع غزة. قبل قليل آخر الغارات الإسرائيلية نستطيع أن نتحدث لها تتحدث عنها أن المقاتلات قصفت منزلا وشقة سكنية وسط مدينة غزة، وقبل هذه الشقة السكنية قصفت أيضا شقتين سكنيتين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدت إلى استشهاد ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين، من بينهم مرأة فلسطينية سيدة ومقعد فلسطيني. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23 شهيد فلسطيني، وأزيد من 103 الشهداء الفلسطينيين 23 من بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة 107 جريح فلسطيني بمناطق مختلفة من تلك الغارات الإسرائيلية التي ما زالت حتى هذه الساعة وحتى هذه اللحظة المقاتلات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع لا تفارق سماء قطاع غزة بمستويات منخفضة، ما يوحي بأن هناك مزيد من التدهور في الساعات المقبلة. وسام، وماذا عن الأوضاع في بيت المقدس ومئات الجرحى جراء اعتداءات شرطة الاحتلال والمستوطنين على المصلين والمواطنين؟ بيت المقدس هو كانت شرارة الانتفاضة الفلسطينية التي التحمت فيها الضفة الغربية واليوم ومنذ أمس قطاع غزة. هذه الشرارة التي انطلقت من القدس، بالفعل هناك لمسنا من شهود عيان داخل باحات المسجد الأقصى بأن قوات الاحتلال انسحبت من داخل باحات المسجد الأقصى إلى الأبواب الخارجية، وربما خفضت من نسبة القوات الإسرائيلية في المناطق المختلفة، وحدة التوتر لربما هدأت أكثر من أيام السابقة، وهو ما يوحي بأن هناك رضوخ على الأقل لو مبدئيا للمقاومة الفلسطينية والضغوطات الفلسطينية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي. منطقة الشيخ جراح، حي الشيخ جراح، وصل قبل قليل إليه عدد من القناصل الأوروبيين أعربوا عن تضامنهم مع السكان الفلسطينيين المهددين بالهجرة. ما زال الحال على ما هو عليه، لكن هذه الأحوال بمدينة القدس كما ذكرت لك لا شك أنها هدأت، لكن لا يؤتمن الاحتلال الإسرائيلي أن يباغت المقدسيين بأفعال وباقتحامات أو بتنظيم مسيرات للمستوطنين بين ساعات النهار أو ساعات الليل. وسام أبو زيد، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من غزة.